بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويؤتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فقال: قل الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا هو الحديث الثالث من الحديث التي عقدها المصنف رحمه الله تحت ترجمة باب الذكر عقب الصلاة، وأورد قبل ذلك حديثين. الحديث الأول حديث ابن عباس في قوله: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. والحديث الثاني حديث وارد مولى المغيرة شعبة حينما قال: أملى على المغيرة، إلا في الحديث الذي أملاه أو كتبه المغيرة إلى معاوية رضي الله عنه، وكان المغيرة واليه على الكوفة، ومعاوية الخليفة في الشام في دمشق، فكتب له بناء على طلب من معاوية أن يقول في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، على ما مر معنا في الجلسة الماضية. وهذا هو الحديث الثالث. قال عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المسلمين المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا:
يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق أو يعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به، إلى آخره. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه من الفوائد وفيه من المسائل والمعاني الشيء الكثير، كما هو في كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أولا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير، وحرصهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ما يقربهم من الجنة ويبعدهم من النار ويرفع درجاتهم في تنافس عظيم في القرب من الله عز وجل. فجاء الفقراء المهاجرون من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: قد ذهب أهل الدثور بالأجور وبدرجات العلا والنعيم المقيم. الدثور جمع دثر، الدثور جمع دثر، وهو المال الكثير، المال الكثير يعني الأغنياء. قال رسولنا: الأغنياء يعني فازوا بدرجات والمنافسات، ونحن هم نعم هم يصلون ونحن نصلي ويصومون ونصوم، لكن هم يتصدقون ونحن لا نتصدق، فدلنا على شيء نساويهم به أو ننافسهم فيه. وهذا يدل كما قلنا على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على البلوغ أو التنافس في الخيرات، و في 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 حرصهم على الحصول على الأجر العظيم والثواب العظيم والدرجات العلى. فقاله الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ما الذي يعني جعل أهل الدثور يذهبون بدرجات العلى والنعيم المقيم؟ فقال: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، فنحن تساوينا هنا، لكن يتصدقون ولا نتصدق. معنى ليس عندنا ما تصدق وهم يتصدقون، ولا شك أن فضل الصدقة عظيم. لماذا؟ لأن الصلاة والصيام فضلها عظيم، لكن فضلها قاصر على صاحبها، بينما الصدقة فضلها متعدي، فضلها متعدي. بمعنى أنت حينما تصدق يعني أنت مستفيد وأيضا تفيد غيرك. والعلماء يقول: كلما كان فضله متعدي كان أفضل، كلما كان العمل والخير والعمل الصالح متعديا فإن أجره أعظم. والصلاة لا شك أن فضلها عظيم لكنها مقصورة على صاحبها، والصيام فضله عظيم ولكنه مقصور على صاحبه، أما الصدقة فضلها عظيم لكن على صاحبها وعلى الآخرين وهم من تتصدق عليهم، سواء من الفقراء أو المساكين أو السبيل أو الأقارب أو صلة الرحم إلى آخره. ومعلوم أنه كلما كان العمل أكثر تعديا ويشمل آخرين كان أعظم أجرا. وأيضا قال: يعتقون ولا نعتق، بمعنى يعتقون الرقاب. وكذا من أفضل الأعمال اعتاق الرقاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا ما صنع مثل ما صنعتم. هذا يدل على فضل الذكر، وحقيقة يعني من نعمة الله عز وجل على عبده أن يلهمه الذكر، وأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله. ولهذا يا إخواني أوصي نفسي وأوصيكم بالحرص على هذا، وهذا يا إخواني يكون بالتعود والتدرب. الذكر والاستغفار يجمع
بين الذكر والاستغفار. وبإذن الله كل حاجاتكم تقضى وهمومكم تفرج وتعيشون عيشة رضا وسعادة وطمأنينة. لماذا؟ لأن بذكر الله تطمئن القلوب. فاجتهدوا في الذكر جدا على جميع في جميع أحوالكم ووضعكم، قائمين وقاعدين وراقدين وسائرين وفي أعمالكم، لأن الذكر لا يأخذ منكم شيئا، لا يأخذ منكم شيئا ولا يؤثر على عملك. وأنت تعمل وأنت يعني تؤدي أعمالك سواء في مكتب أو في سوق أو في غيره، لأنه بإذن الله إذا عودت لسانك على الذكر تذكر الله في جميع أحيانك، كما كان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحيانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم. فالذكر يعني شأنه عظيم في الدنيا والآخرة، كما قلنا في الدنيا رضا وطمأنينة وسعادة، بل وانشغال. يعني إذا شغل الناس بالكلام الذي لا يفيد أو لا ينفع، ناهيك إذا كان محرما من غيبة ونميمة وانشغال بما لا ينفع. لكن حينما يوفق الله العبد ويشتغل بالذكر، يذكر الله يمجده يسبحه يحمده ويستغفر، هذا شيء عظيم. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. بمعنى أنه من عمل عملكم أصبح مثلكم، وإن زاد عليكم زاد عليكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. هذا هو الشاهد، الشاهد أنه قال دبر كل صلاة. لهذا الشيخ أورده قال تحت ترجمة باب الذكر عقيب الصلاة، فقوله دبر بمعنى أن موضع هذا الذكر يكون بعد الصلاة. وقلنا في الجلسة الماضية أن دبر لها معنيان، دبر بمعنى آخر الشيء وهو متصل به أو بعده وليس متصلا به، وهنا المراد أنه ليس متصلا به يعني بعد السلام، يعني بعد السلام. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال أبو صالح فبدأوا يسبحون الله كما وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لكنهم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال التجار أهل البثور بما فعلنا ففعلوا، صاروا يسبحون يعني عطى شيء آخر يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ما يدري، لا شك أن هذه كلمة جامعة، وبمعنى أن فضل الله واسع، ولكن هذا لا يعني أن 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 دائما أصحاب الأموال هم المتقدمون. لا، هذا سنتكلم عنه. هذا الحديث أيضا مما يعني يريده العلماء في المسألة المعروفة، من هو الأفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ وعقدوا العلماء كثير جدا، بعضهم فضل هذا وبعضهم فضل هذا، أيهما أفضل. والمسألة أن لا أظن يحتاج الإنسان أنه يتكلف في أن يرجح هذا أو هذا، لأن حقيقة يا أخواني يعني أولا الله حكيم ورحيم وعدل وصاحب فضل ومنة، ليست الموازين بالكميات فقط،
الميزان ما وقر في القلب حقيقة. يعني أحيانا أنت تذكر الله وأخوك يذكر الله شتان بينكما، وأنتم ذكرتم ذكرا واحدا وعددا واحدا وفي وقت واحد، ولكن يعلم الله كم 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 التفاوت بين الإخوة المتنافسين في الخير. لأن المؤثرات هي الإيمان والقرب وحضور القلب والصدق أشياء كثيرة، والله عز وجل محصيها. فيعني أيهما أفضل، الغني الشاكر فقط الصابر؟ ما أنا أظن أن الاشتغال بها اشتغال يعني من فضول العلم كما يقال، لأن يعني الموازين عند الله عز وجل ترجع بما يرزق الله العبد من الإيمان والرضا والعقيدة والتوكل والصدق والإخلاص والأشياء كثيرة ما 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 ما, ما, ما تقع تحت حصر ولا تقع تحت ميزان. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بمعنى أن الأمر مفتوح في التنافس. أحيانا حتى المتصدقون حينما يتصدق، أن تتصدق بدينار وهو بدينار، دينارك يصل إلى ما يصل إليه وصاحبك قد يكون أقل، أو بالعكس، لأن المؤثرات كثيرة. وإنما على العبد أن يجتهد في الإخلاص وفي الإحسان. ولهذا بل 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 ولهذا قلنا في جلسة ماضية قريبة أن المعول هو على الإحسان، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وليس أيكم أكثر عملا. وإن كان كثرة الأشياء طيبة، لكن الميزان والمؤثر هو درجة الإحسان، درجة الإحسان. وسيأتي إن شاء الله في الحديث الثاني الكلام على الخشوع، لأن المقصود يعني قدر ما يهب الله عز وجل العبد من قوة إيمان ويقين وصدق تعلق بالله عز وجل وإخلاص ويعني تطلع إلى يعني ما عند الله عز وجل، وإيمان حقيقي بكل ما وعد الله عز وجل به المتقين والصالحين. فقالوا سمع إخواننا أهل أموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. قال سمي فحدثت بعض أهلي بالحديث فقالوا وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمل إلى آخره، لأنه في الصيغة الأولى قالوا بس قال تسبحون وتكبرون وتحمدون، دبر 33، فبمعنى فهموا أنه يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مجموعة. هذا تسبحون وتكبرون وتحمد سبحان الله والحمد لله والله أكبر مجموعة. الصيغة الثانية هنا حينما قال له وهمت، إنما تسبح الله 33 تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى 33 وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر مفصولة. يعني هذا الصيغتين الأولى قالوا بل يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر 33. فقال بعض أهلي وهمت، يعني ليست بهذه الصيغة، إنما قال تسبح الله 33 مفصولة وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال فرجعت إلى الراوي أبي صالح فقلت له ذلك، قال الله أكبر وسبحان الله حتى يبلغ من جميعهن، بمعنى أنها موصولة.
والأمر في هذا واسع على كل حال، سواء يعني قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 أو قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله 33، الأمر في هذا واسع، الأمر قلت هذا أو هذا الحمد لله الأمر فيه سعة. إذن هذه من صيغ الأذكار بعد الصلاة. حقيقة صفات التسبيح التي وردت بعدة صياغ كلها في الصحيح، منها سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 800 33 وبعدين 66 99 وبعدين لا إله إلا الله 800، هذه صيغة سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 بعد تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير ثلاثا مرة واحدة تتم بها 100، هذه صيغة. الصيغة الثانية تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 أيضا تكون 100 بدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له فتكون 100، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 34 وأيضا هذا عند مسلم، هذه صيغة. صيغة ثالثة سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10 كل 30، هذه صيغة أيضا وعند مسلم كذلك من حديث أبي هريرة. هذه صيغة رابعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، إذا جمعتها تكون 100، يعني أربع صيغة أربع في 25 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أربعة، حينما تقولها 25 مرة المجموع يكون 100. هذا كله وارد، كله وارد. وفي أيضا صيغ أخرى كذلك أيضا يعني الإضافات يعني منها مثلا دعا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص له الدين وكل الكافرون. هذه أيضا هذه من الأذكار التي تقال دبر الصلاة. وأيضا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا ينفع الجد منك جد. وكذلك أيضا آية الكرسي تقرأ، وأيضا المعوذتين والإخلاص كذلك أيضا، بل في المغرب والفجر ثلاث عشر مرات. كل هذه أذكار واردة في تقال دبر الصلاة. نعم. الحديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميسة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ. هذا أيضا الحديث الرابع في ترجمة باب الذكر عقب الصلاة. هل ما في ذكر؟ إيش مناسبته؟ ها مشايخ ما مناسبة ما هو ترجمة باب الذكر عقب الصلاة إنه ما في ذكر؟ هات. لعله يعني المفروض يكون عنده ذكر. ها؟ يكون عنده ذكر عقب الصلاة وألهته هذه عن أداء الذكر. هو له ألهتني عن صلاتي ما كذا. شو يقول المشايخ؟ ذكر الشيخ هنا
ما في ذكر، إنما أورده ما مناسبة إراده، ما مناسبة إراده في هذه الترجمة، لأن هو الترجمة باب الذكر عقيب الصلاة، ولا حديث ولا كلها فيها ذكر، كلها الأول كان فيه بيان رفع الصوت في الذكر، والحديثان الآخران بيان صيغ من صيغ الذكر، وهنا ما ذكرها. قال العلماء أنه ذكر هنا المراد الخشوع، المراد الخشوع بمعنى ذكر القلب، ذكر اللسان اللي التي مرت هي ذكر اللسان، وهذا هو ذكر القلب، وسوف نتكلم عليه إن شاء الله. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. الخميصة الكساء، الخميصة الكساء الرداء، يعني يضع على صدره على بدنه، ولهذا قال في خميصة لها أعلام، أعلام يعني خطوط، يعني مزركشة، أعلام خطوط. فنظر إلى أعلامها نظرة، بمعنى وهو في الصلاة هذه الخطوط والأعلام أو الزركشة شغلته، فلما انصرف، طبعا هي هدية، جاءته هدية من أبي جهل، جاءته هدية من أبي جهل، وكان قد قبلها الرسول، يقبل هدايا ويثب عليها، فالهدية بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يتهادى، وقال تهادى وتحاب، والهدية تسل السخيمة من الصدر، فالهدايا طيبة، وينبغي للمسلمين أن يتهادى، ولا سيما مع الأقارب والإخوان وبين العلاقات والأصدقاء أن يجتهدوا في يتهادى، ولكن من غير تكلف، من غير تكلف. فأبو جهم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، يعني رداء يلتفع به ويكتسي به، فلكنها لها أعلام، بمعنى فيها خطوط. فلما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي شغلته بخطوطها وزركشتها، فلما صلى قال اذهبوا، يعني أعيدوها، اذهبوا بخميصتي هذه يا أبي جهل. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم وأدبه، هو طبعا الهدية حينما يهديك صاحبك ثم تردها لا شك في النفس فيها شيء ولا ينبغي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ردها قال وأتوني بأنبجانية، يعلم أن عنده رداء آخر، حتى لا يكون في نفسه شيء، قال لا أنا مردت لأني لموقف من أبي جهم، لا إنما ردتها لكن خلي يعطيني الرداء الثاني. الأنبجانية طبعا هي رداء، لكن الاسم قالوا نسبة إلى بلد اسمها أنبجان، بلد اسمها أنبجان، وأيضا كما يقول أيضا العلماء نجت أيضا حتى على غير قياس نسبة إلى منبج، منبج طبعا بلدة معروفة في الشام، الآن نظر في سوريا، الآن شمال غرب سوريا منبج، فما هي بتوع سوريا وتركيا، بس أظن في الزاوية الركن الشرقي الشمالي أظن منبج، فمعروفة إلى الآن بهذا الاسم طبعا. فأحيانا منبج قد يقال النسبة لأنبجاني، أنبجاني، ولهذا قالوا على غير قياس، وهو أنبجان بلد بس، لكن ما ذكروا ما ذي في هل جهة اليمن أو ذي ما لا ذي فيما اطلعت عليه ما أدري في أي بلد، لعلي أبحث أشوفه أو أبحثه أنبجان في أي في أي في أي في أي منطقة. فالأنبجانية نسبة إليها، فأحيانا تعرفون يعني مصنوعات تنسب إلى بلدانها، تنسب إلى مدنها،
فهذا رومي وهذا كذا وهذا مصري وهذا إلى آخره، وهذا تنسب إلى مكي مدني إلى آخره. فأنبجانية نسبة إلى أنبجان، لكنها كانت سادة، سادة ما فيها نقوش ولا فيها أعلام ولا فيها خطوط. فالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون في خاطر أبي جهم شيء قال رجوا وعطوني خلوا يعطيني غيرها، حتى يعلم أن الرسول ما ردها يعني موقف من أبي جهم، لا، إنما لأنها شغلت في الصلاة. فقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، لأن سادة. والغالب أن الأنبجانية قالوا كساء غليظ ليس له أعلام، وحتى قالوا كل كساء غليظ يسمى أنبجانية، كل كساء غليظ. حتى الشاه يقول الشاه إذا كانت صوفها كثير قالوا شاة أنبجانية، وقالوا سميت أنبجانية لأنها من رقتها إذا جمعتها تنجمع، لينة. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما شغله الكساء الذي فيه أعلام وخطوط رده واستبدله أو أبدله بالأنبجانية. وكما قلنا هذا الحديث أورده الشيخ وكما قال الشراح ليبين الخشوع في الصلاة، وأن ولا شك يا إخواني وكثير من الإخوان يسألون عن الخشوع، كيف الإنسان يخشع في صلاته وفي عبادته، وهو سؤال مهم حقيقة، سؤال مهم جدا. والخشوع يتعلق بالقلب، الخشوع يتعلق بالقلب، وإذا خشع القلب خشعت الجوارح، إذا خشع القلب خشعت الجوارح، بمعنى أنه يعني يلحظ المسلم من نفسه أنه إذا يعني أحيانا إذا كان أعانه الله وأقبل على عبادته وعلى صلاته غالبا يكون عن السكون والهدوء، وأن يجتمع على نفسه بحيث كأنه ليس في الدنيا من قوة حضور قلبه وقوة خشوعه، كل جوارحه تستكين وكل جوارحه تكون متوجهة إلى هذه العبادة. الذي يعين على الخشوع أمران، يعني لعلكم يعني تفهمونها كما تعلم أمران، تعبير على كل حال أشرحه إن شاء الله، لكن احفظوه: قوة المقتضي وضعف الشاغل، قوة المقتضي وضعف الشاغل. ما معنى هذا؟ الذي يجعلك تخشع بإذن الله إذا كان المقتضي عندك قويا. ما معنى ذلك؟ الصلاة مثلا حينما تريد أن يعني تخشع فيها ليكن المقتضي عندك قويا، ما معنى ذلك؟ بمعنى أن تستحضر من أنت واقف بين يديه، وتستحضر عظم فضل الصلاة، وتستحضر ما في الصلاة من أعمال كثيرة من قنوت ووقوف وركوع وذكر وقراءة ودعاء. يعني الصلاة فيها من أعمال الخير والأعمال الصالحة والشيء كثير، ويعني استحضارك يعني مجرد أن تضع يدك على صدرك وتستشعر أن وقوفك وقوف المسكين
ووقوف المنكسر بيد العز وجل، ووقوف كل هذا كله مجموعه هو الذي يسميه علماء المقتضي. بمعنى إذا كان المقتضي عندك قويا واستحضرت يعني فعلا عظم الصلاة وعظم المقام وعظم من وقفت بين يديه، هذا يعينك على الخشوع. الجانب الثاني اللي هو طرد الشاغل، بمعنى تبتعد الشواغل سواء في طلب المال أو بالأهل أو بالأولاد أو بالعمل أو كل الشواغل التي عادة تنصب على الإنسان. وهذا معنى كلنا ذلك الرجل، يعني أكثر ما تجيك الهواجس في الصلاة، وهذا معروف تصرف أمورك كلها وأنت في الصلاة، هذه شواغل. فكلما ضعف الشاغل الذي يصرفك وقوي المقتضي حصل الخشوع. إذن يعني من أجل بإذن الله أن تحقق الخشوع، استحضر عظمة من تقف بين يديه، واستحضر عظم الأجر الذي ستحصل عليه، واستحضر عظم العبادة التي تقوم بها وما فيها من خير كثير، سواء من ذكر أو قراءة أو دعاء أو خشوع أو ركوع أو أعمال وأفعال وأقوال عجيبة. فإذا استحضرت هذا كله غالبا يتكون عندك الخشوع. وكذلك إذا اجتهدت في إبعاد الصوارف والشواغل. إذن قال العلماء يكون عنده أمران: قوة المقتضي وضعف الشاغل. بمعنى يعني حتى أيضا تستجمع الأمر ولا شدت عليكم الإحسان، كما أقول لكم الإحسان بمعنى أحسنوا. ما هو الإحسان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه إذا أعانك الله وكنت دائما تستحضر هذا المعنى للإحسان، غالبا يعينك على تحقيق المقتضي وصرف الشواغل. فإذا كنت فعلا أعانك الله فكنت تعبد الله كأنك تراه، هذا عظيم. ثم قالوا: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه أحيانا قد لا تصل درجة أنك كأنك ترى الله، لكن إذا لم تصل اعلم أن الله يراك. فأنت حينما تتعبد الله وأنت تعلم أن الله يراك ورقيبك ويعلم ما في قلبك من المحبة ومن الحرص ومن يعني الرغبة في الخير، الله سبحانه مطلع على ذلك كله. إذن بهذه المعالجة ترتفع عندك درجة الإحسان، ترتفع عندك درجة الإحسان، وإذا ارتفعت درجة الإحسان ارتفع الخشوع. المقصود أن هذا الحديث هو يبين حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد جميع الشواغل، خاصة حينما قال الخميصة التي لها أعلام وابتعد. ومن هنا قال العلماء أيضا حتى في المصلى سواء سجادة أو مسجد، أو يقول ينبغي أن تبعد عنه الزخارف حتى لا يشتغل المسلم بالنظر، وخاصة في القبلة لا ينبغي لكم فيها زخارف حتى لا يشتغل الإنسان بالنظر بالزركشات والخطوط والألوان إلى آخره. وأيضا من فوائد الحديث كما قال العلماء التهادي وقبول الهدي والأهداء، وأيضا أنه لا مانع من رد الهدية إذا كان هناك سبب، لكن ينبغي أن يكون رد بحيث لا يؤثر على المهدي، بمعنى تردها لكن مع بيان وجه الرد بما لا يؤثر على، لأن المقصود بالهدية هي جلب المودة. المقصود بالتهادي
المحبة، هذا تحب، فإذا فردها ينكسر القلب وقد ينعكس المقصود. لكن لا، إذا ردها لسبب أو حتى يعني وضع معها ما يبين ولا يؤثر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ردها قال أعطوني غيرها حتى يفهم أبو جهم أنه ما ردها لموقف منه، لا إنما ردها لأنه هو يبقى هدية، لكن يبقى هدية أيضا يستفيد منها. وقالوا إن أبا جهم كان أعمى، قالوا إن أبا جهم كان أعمى. وأيضا يدل على أنه لا مانع أن المهدي يقبل هديته إذا ردت، ولا حرج في ذلك. ولهذا قال يعني مما قال وفيه دليل على قبول الهدية للأصحاب والإرسال إليهم والطلب لها ممن يظل به السرور بذلك ومسامحة. وهذا أيضا حتى كلام الشيخ دليل على قبول الهدية والإرسال إليهم والطلب، لأنه قال اذهبوا وأتوني بأم بجانيتي، فإذا هو طلب الهدية، الرسول طلب الهدية، وأن هذا إذا كان بين الأصحاب منزوع الكلفة لا مانع من تطلب الهدية وأن تطلب أن يهدي لك، ما دام أن لماذا استحضروا دائما أن المقصود بالهدية جبر القلوب والإلفة. أما إذا كان يؤدي إلى انكماش أو انقباض أو وحشة لا ابتعد. فالرسول لم لا طلب لأنه يعلم أن هذا يعني محبب إلى أبي جهم. ولهذا يقول الشيخ هنا في الاستنباط دليل على قبول هدية من الأصحاب والإرسال إليهم، يعني تبعث لهم أعطوني، والطلب لها ممن يظن به السرور بذلك والمسامحة. أما إذا كنت لا، إذا كان ترى أنك لو طلبت منه يعني يكون موقف عنده صعب أو لا يفهم مرادك لا, 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 لا تطلب. أما إذا كان العلاقة بينكم يعني حميمية كما يقال ومرفوعة في الكلفة فلا مانع أن تطلب منه وتأخذ منه إلى آخره. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.